430 امرأة تركية جرى اغتيالهن في عام 2019 وحده، إحصائية صادمة تعكس معاناة المرأة التركية في دولة يسيطر عليها حزب يوصف بالمتشدد والديكتاتوري. منظمات حقوقية داخل تركيا اتهمت السلطات ليس فقط بالتقصير في حماية النساء من الاعتداء، بل تحاول سلطات التحقيق في أغلب جرائم العنف ضد المرأة التعتيم على القضايا. kadınların toplumdaki yeriyle ilgili kanunlarla düzenleme yapmak ne kadar önemliyse ve öncü bir rol ifade ediyorsa zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek de o kadar önemlidir. ولعل ما يجري بحق المرأة التركية من انتهاكات هو انعكاس لأفكار هذا الحزب الذي لا يحترم المرأة. eşit konuma getiremez. وكان آخر الشواهد على اضطهاد النظام التركي للمرأة هو الاعتداء على مسيرة نسائية في اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد النساء في اسطنبول، والتي هاجمتها الشرطة بوحشية واعتقلت العديد من المشاركات. Peki biz niye umutlu değiliz? Çünkü Türkiye'de son 17 senede yaşananlar Türkiye'yi hakkın, hukukun, özgürlük ve adaletin yitirildiği bir yola soktular.